انتهت وزارة الأشغال من أعمال صيانة عدد من الشوارع في مختلف محافظات مملكة البحرين، حيث يأتي ذلك في إطار برنامج صيانة الشوارع الرئيسية والطرق الداخلية على مدار العام. وتأتي عملية تطوير الشوارع بهدف رفع مستوى السلامة المرورية عليها حفاظا على سلامة مستخدميها ومن أجل المحافظة على شبكة الطرق وضمان استدامتها. استمراراً لنهج التطوير والتحديث المستمر في مملكة البحرين، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تحملها وزارة الأشغال في الحفاظ على البنية التحتية للمملكة وتطويرها بما يتوائم والخطط الاستراتيجية المستقبلية للمملكة، عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تطوير وصيانة شبكة الطرق الرئيسة والفرعية، وسعت بكل اجتهاد للحفاظ على رفع مستوى السلامة المرورية على هذه الطرق وسلامة مستخدميها، وذلك بالتعاون والتشارك مع عدد من الجهات المساندة. عملية التطوير المستمر لشبكة الطرق في مملكة البحرين هي عملية متواصلة تتحقق فائدتها بشكل متراكم من أجل الحفاظ على استدامة الشوارع وعدم تضررها نتيجة الاستخدام المستمر لها، إذ أنه وفي حال عدم مواصلة صيانتها باستمرار قد يسبب تضررا كبيرا لجودة الشوارع وتكاليف باهظة لإعادة تهيئتها وإنشائها من جديد، وهو ما تأخذه الوزارة بعين الاعتبار خلال عملها المستمر. وزارة الأشغال قامت بتكثيف أعمال الصيانة خلال فترة الصيف بالتزامن مع نهاية العام الدراسي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بقرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة في شهري يوليو وأغسطس حفاظا على سلامة الجميع. وقد تم إنجاز أعمال الصيانة في عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة سعيا للحفاظ على ديمومة المنجزات التي تحققها المملكة في مجال تطوير البنية التحتية بشكل متواصل.